شكرا. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكرا من القلب لكل من ساهم، ولكل من حث، ولكل من أرسل هذا الرابط، ولكل من نوى أن يتبرع ولم يتمكن لمشروع سباق الخير مع جمعية إحياء التراث الإسلامي. أسأل الله عز وجل ونحن في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، يوم مغفرة الذنوب، أن يغفر لنا ولكم ذنوبكم، وأن يكفر عنا وعنكم سيئاتكم، وأن يكون ذلك في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جزاكم الله خير، وإلى مشاريع أخرى، وبارك الله فيكم.